مع الآية الكريمة التالية لما سبق ذكره من كتاب الله جل وعلا من سورة البقرة، قول الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية الجامعة الناطقة بكثير من الحقائق التي يعيشها المسلمون في هذا الزمان وفي هذا العصر بالذات، كما عاشها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في زمانه. تتجلى هذه الآية تجلي آخر اليوم يناسب زماننا ومكاننا وظروفنا وحوادث العالم الواقعة بيننا وحوالينا. والقرآن الكريم كما أشرت مرارا وتكرارا لا ينبغي للمؤمن أن يعزله في التاريخ، إذا عزله لن يفهمه إطلاقا. يعني القرآن الكريم لما تحصره في أسباب النزول التاريخية وتعزله عن الاستمرار فإنك لن تفهمه. قاعدة أسباب النزول التي جعلها العلماء من قواعد التفسير إنما هي لفهم منطلق الآية أو منطلق الخطاب القرآني لا لحصره بها. ولذلك القاعدة المشهورة المعروفة حتى بين كثير من الناس: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والقرآن الكريم فوق ذلك، فوق هذه القواعد جاء، لأنها هي من إنتاج المفسرين ومن إنتاج العلماء. القرآن الكريم كلام الله أنزله الله للبشرية مطلقا، يعني القرآن مطلقا عن الزمان وعن المكان. فأي زمان حل فيه القرآن ناسبه، وأي مكان أعمل فيه القرآن ناسبه. وإنما وجب على أهل العلم وفضل البيان أن قضية بيان لا أقل ولا أكثر. ومن هنا كان قول الله جل على: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ما يخصش يجي البال فقط أهل الكتاب ديال الزمان اللي عاش فيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من اليهود والنصارى، كلا، بل ينبغي للمسلم المعاصر فعلا إن كان مسلما حقيقيا مؤمنا بالكتاب حق الإيمان كأمر القرآن مزيان أن يفهم أهل الكتاب هادو اللي عايشين دابا معانا من اليهود والنصارى. هذا هو الخطاب القرآني حينما يتجلى عبر الأجيال وعبر القرون وعبر الزمان. ود كثير من أهل الكتاب ممن نعيش بين أظهرهم الآن في زمننا هذا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ودائما القرآن الكريم كلام ديالو علمي، فلم يقول ود كل أهل الكتاب، ولكن قال ود كثير من أهل الكتاب، أي أن بعضا من أهل الكتاب ليسوا على شاكلة كل أهل الكتاب. فالمنطق العلمي يستوجب هذا، والقرآن الكريم من علم الله جل وعلا، من كلامه ومن علمه سبحانه وتعالى، فلا يكون إلا حقا. وفعلا الناس معادين وطوب وحجر وكل واحد كيخلق الله، فتجد من بين أهل الكتاب من اليهود والنصارى من ليس على الشاكلة التي يعيب القرآن الآن: ود كثير من أهل الكتاب. ولكن ذكر الكثرة لأن الكثرة هي الغالبة عن أسف. فعلا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. هذه علماء النحو كيسمى مفعول لإجليه، زعما علاش بغينا تمناو لو أن المسلمين، خلينا من التاريخ نعيشوا الزمان ديالنا، يعني اللي مسيرين السياسة العالمية ديال اليهود والنصارى هذا هو كثير من الكتاب، تمناو لو أن هاد المسلمين ديال هاد الزمان على قلة دينهم وسوء أحوالهم، ماشي حتى المسلمين ديال الربح مع الأسف الشديد، يعني أحوالنا ليست بخير أو ليست يعني جيدة، ولكنها إن شاء الله بخير وإلى خير. أحوال المؤمنين كلها له خير، نتفاؤل بالخير نجده إن شاء الله ونجده. فيعني قلت رغم أحوال الإيمان الضعيفة وسوء الوضع الإيماني ومعاملاتي والإيماني بصفة عامة للمسلمين، رغم ذلك الآية تنطبق على جيلنا هذا وعلى أحوالنا. مع ذلك ود كثير من أهل الكتاب لو يردون هؤلاء المسلمين ديال هذا الزمان على، قلت رغم قلة التدين ديالهم، كفارا في خطرة. وهذا حاصل فيما هو يعني معلن عنه يعني في المجتمعات الغربية، وفيما هو واضح جدا في تعامل أهل الكتاب أو كثير، باش نقوم على الدقة القرآنية، في تعامل كثير من أهل الكتاب مع المسلمين في بلدانهم. فهنالك المسلمون الذين هنالك عندهم دول الغرب عندهم السياسة ديال التدويب الثقافي وتدويب الهوية الإسلامية للمجتمعات أو الجاليات
الإسلامية اللي كتعيش في أوروبا هذا معروف عند العامة والخاصة. وفعلا مع الأسف يعني تكاد أقول تكاد حتى لا نجزي ما ونقطع بالكلي تكاد سياستهم تنجح في هذا. يعني هذا الشيء اللي كيتسموه الجيل الثالث من أولاد أولاد المسلمين اللي عايشين في أوروبا يعني مع الأسف لم يبقى يدل على هويتهم وانتمائهم إلى دينهم وأوطانهم إلا أسماؤهم. هذا الشيء اللي بقى فيهم هو غير سميات غير الكادر. أما الحقائق مع الأسف في كثير من أحوالها ضاعت إلا أن يشاء الله أمره. أما ما نحن فيه فعلا مما يعصمنا ويعصم وجودنا فعلا إنما هو هذا الدين، لأنه الإنسان الغربي جشع طمع طمع بواحد شكل بهمي وحشي مستعد لإبادة الملايين من أجل أن يتفرد بكنوز الأرض وبخيراتها، ولا يجد شيئا يحجزه ويمنعه حقيقة المنع من الوصول إلى هدفه إلا شيئا واحدا، هو كون هذه الأمة التي لديها هذه الكنوز كونها مسلمة. ولذلك عمل جهده عبر التاريخ، يعني من 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 النصف الثاني أو قل من طيلة القرن الثامن عشر، القرن الثامن عشر والتاسع عشر اللي هو قرن الاستعمار القديم، والقرن العشرين أيضا إلى أواسطه اللي هو كان دائما قرن الاستعمار القديم، إلى المرحلة المعاصرة من هذا القرن الجديد بالعد الميلادي اللي هو عصر الاستعمار العولمي بالمنطقة الجديد للاستعمار. كل هذه المراحل هذه عمل الاستعمار على تذويب الشخصية الإسلامية بكل الوسائل التي استطاع، يعني الوسائل الإعلامية، الوسائل التعليمية، تدمير بناء الأسرة في المجتمعات العربية والإسلامية، كل الخطط التخريبية التي اخترعها دماغ الشيطان يشتغلون بها من أجل وصول إلى هدف واحد هو قول الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار حسدا من عند أنفسهم. وهذا الحسد إنما نشأ من بعد ما تبين لهم الحق. فين تبين الحق؟ تبين لهم فعلا فعلا، ودراسات هذه موجودة كتبها كفارهم، يعني الكفار اللي هما نتهما، وكتبها أيضا يعني من يسمون بالمستشرقين متخصصين في الدراسات الإسلامية والاستشراقية بصفة عامة، وبعض المسلمين منهم اللي سلموا، يعني علماء الغرب اللي سلموا كتبوا دراسات جيدة على العالم الإسلامي. كلها تجمع على شيء واحد، أن بنية هذا الدين متينة، دين صحيح دونه خرط القتاد ليدمي، يعني باش يريبوه ما هي يوم ونور. ومشكلتهم أن دينهم هش ضعيف هالك ريب الدين ديالهم، لأنه يعني باش زعما يحيدوا لنا ديننا ويقنعونا بدينهم هذا فشلوا فيه انتهى. هم ما كيأسوش يعني خدامين، ولكن لم يصلوا إلى شيء، وعارفين بأن عمر المسلمين ما يولي يهود ولا نصارى اطلاقا. إذا الحل على الأقل يقلعوا لهم الإسلام، واخا ما يولوا يهود ما يولوا نصارى يردهم كفار. ودا كثير من أهل الكتاب ليردونكم من بعد إيمانكم كفارا من بعد ما تبين لهم أن هذا الدين متين، من بعد ما تبين لهم الحق وأنه دين حق فعلا. وفعلا سبحان الله العظيم، يعني لما كتأمل يعني أحوال الدين عندهم كتقول الحمد لله لديننا. والإنسان اللي نعرفه كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يعرف الإسلام إلا من عرف الجاهلية. كيعرف الإسلام حقيقة غير اللي عرف الجاهلية، يعني هو عاش في المرحلة ديال الجاهلية وتدين على دين الجاهلية، وكان يعبد صنما من الحلوى يصنعه في بدء النهار ويسجد له النهار كله، فإذا جاء المساء جاع وأكله رضي الله عنه وأرضاه، ثم أنقذه الله ورده عبقري فعلا كما قال العقاد رحمه الله، يعني ذيك السمية صحيحة، عبقري من عباقرة الإسلام فعلا رضي الله عنه وأرضاه، هو وغيره من الصحابة الكرام. الشاهد عندنا يعني كان عمر بن الخطاب خبيرا بالإسلام من حيث خبرته بالإسلام من جهة، ولكن أيضا من حيث خبرته بالجاهلية. جابوا له واحد السيد كيشكروه له، قالوا له: فلان لا يعرف الشر. قال لهم: هو أحرى أن يقع فيه. قال له: هذا هو اللي غادي يطيح فيه، سو يعرفه، سو يعرف الشر باش يعرف القيمة ديال الخير. ولذلك من حكمة الله أنه لن يدخل المؤمنين الجنة إلا من بعد أن يريهم النار، وإن منكم إلا واردها، كل شيء غيدوز حداها ويدوز فوقها، نسأل الله العافية والنجاة منها ومن ألسنتها ولهيبها، باش كتعرف القيمة ديال الخير خصك تعرف الشر. ولذلك المؤمن أيضا في قبره كما ورد في الحديث الصحيح يرى موقعا من النار والعياذ بالله، المؤمن فيقال له: هذا المكان الذي أنجاك الله منه، فانظر هناك وانظر الجهة الأخرى ويرى مكانه من الجنة، يعني كيفرح فرح يعني مضاعف، لأن اللي كنت ورث له غير الجنة غادي يفرح،
ولكن يفرح لأنه كنز كبير الجنة، ولكن ملي تولدت النار كيفرح فرحتين، الفرحة بالجنة والفرحة بما أنقذه الله منه من النار. ولذلك فعلا المؤمن حينما ينظر إلى أحوال الكفار اليوم وأحوال الدين ديالهم عاد كيعرف القيمة ديال الدين ديالنا، كيعرف القيمة يدوقها حقيقة، القيمة ديال القرآن الكريم. شفت في برامج وثائقية يعني حقيقة مثيرة للضحك، ولكن أيضا مثيرة للأسى والأسف على الإنسان، كما قال الله جل وعلا في كتابه المحكم الحكيم: يا حسرة على العباد. يعني ذكر الأنشطة الدينية اللي يديروا في الكنائس ديالهم، يعني كثير موجودة هذه الأشرطة الوثائقية تنظر، يعني سواء في أمريكا أو في أوروبا بصفة عامة، يعني مبهدلة الكنيسة احتفالاتهم العبادة ديال الدين ديالهم، يعني واحد العرام ديال الرقص والشطيح والرديح والموسيقى والكوارث والعروقات، واحد الحالة وتنافس الكنائس في هذا الشر، في الظلام الظلمات بعضها فوق بعض. هذا دين لا يقبله ماشي غير الدين، العقل، العقل لا يقبل. ولذلك فعلا كثير منهم هم تركوا دينهم وزهدوا فيه، إنما الجوال الأخوة لا شيء، فتركوا دينهم، كنائسهم بيعهم خاربة بايرة، ما عندهاش كليان، ما عندهاش ليجيا. هذا المشهد الذي نحن عليه اليوم لا يوجد عندهم بمثل ما هو عندنا إطلاقا. كيجي الريحة ديالهم عندهم، ولو كنت دير استبيان واستقرا علمي تمشي دابا لاوروبا ولا امريكا، سير ما بغيت البلاد الغرب وبلاد النصارى بصفه عامه، وتبين فينا هو المسيحي حقيقه، يعني مسيحي ما تلقاش واحد في المليون، تقدر تلقى واحد باقي فيه النيه المسيحيه، لا تجده. اي واحد تحقق معاه تعطيه بعض الحقائق الدينيه الكنسيه اللي راه محرفه ومعوجه عندهم، تمشي مع واحد شي فيه كره يقول لك هذا الشيء ما نعرف، ويدير لك علامه استفهام. يعني مؤمنون بدينهم على شكين، على شكين، كايمان المنافقين عندنا مذبذبين بين ذلك، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. هذا اليقين اللي عندنا في الدين ديالنا والحمد لله كاين عند العوام، مش غير عند العلماء، عند العوام. لا احد يتردد والحمد لله في الايمان بالله واليوم الاخر والبعث والنشور والجنه والنار، انما عندنا امراض اخرى، الغفلات، يعني واحد عدد المشاكل، يعني مما يتعلق بالشهوات بالدرجة الأولى. أما ما يتعلق فعلا بالإيمان بالله، يعني أركان الإيمان الستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلو ومره، هذا إيمان عامي، عامي يعني عند العوام، بلها أن يكون عند العلماء، يعني باب أولى وأحرى هو عند العلماء. ولذلك هذه النعمة الربانية التي عند المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها نعمة فعلا حسدوا عليها حسدا من عند أنفسهم، تمنوا هما لكون الدين ديالهم متين، لو أن الكتاب ديالهم متين. يعني قريبا أدروس كان قرأ واحد الكتاب يعني كيشرح الإنجيل، يعني محنين واحد المحنة، يعني القساوسة ديالهم محنين واحد المحنة كبيرة في رفع تناقضات الإنجيل، تناقضات، لأن هذه الأناجيل ليست هي الإنجيل التي أنزل الله عز وجل، حشا، وفيها التناقض صارخ، تناقض ماشي غير بين الآيات بين قوسين اللي في الإنجيل، لا، تناقض مع الطبيعة، كتناقض مع منطق الكون، منطق الطبيعة، منطق العقل، تناقض هذاك الشيء، لا يقبله عاقل، عنده جرام ديال العقل لا يقبل ذاك الشيء. هذا الكتاب يتحدى العالم اليوم كما تحداه أمس ويتحداه غدا إلى آخر نقطة في مستقبل الدنيا، من الزمن باقي كيتحدى. إذا قال ذاك العالم الهندي الإسلام يتحدى، نقول اليوم يعني الإسلام يتحدى، ولكن بمنطق القرآن، القرآن يتحدى، طلع فيه تناقض مع قانون من قوانين الطبيعة لا أثر له. والدراسات داروها الغرب ماشي غير المسلمين، يعني ما زال المسلمين متخلفين في الدراسات العلمية الجيولوجية والبيولوجية والفيزيائية، هما داروا هذه الدراسات ما وجدوا ولا شيء، ولكل قوه يطبلوا به ويزمروا عم وزمن عسين، اجتهدوا أي اجتهاد للوصول إلى شيء يفرحون به لتشويش على المسلمين على عقائدهم ودينهم، فما وجدوا شيء، أن وجدوا الخريف ما وجدوا شيء. يعني القرآن رهيب والله، شيء غريب جدا، يعني كيتحدى الكون كله، ها هو قل هاتوا برهانكم، لا يستطيعون، ما استطاعوا الوصول إليه لأنه متين، يعني نسيج رباني محكم فيه سر الكون كله، يتكلم على النفس وعلى الكون من علو، زعما داك اللي كيتكلم في هذا القرآن طلع على كل شيء من الفوق سبحانه جل وعلا، كيتكلم لأنه بصير بكل الخلق تحته، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلذلك لا يمكن ولا يعقل ولا ولم يصح وليس بواقع أن يأتي فيه شيء من الاختلاف،
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا أي تناقضا كثيرا. ولكن ها هو هذا القرآن يتحدى العلماء، يتحدى الفيزيائيين، يتحدى علماء النفس، يتحدى البيولوجيين، طلعوا منه. والخطير شيء عجيب أنه تحدث عن الكون كله، لأنه كين اللي مطور؟ شو معنى مطور في الكلام دياله؟ أنا وانت والأخر واحد المجال أنا عارف راسي ما كان فهملوش، ما كان جبدوش اللي ذكي. علاش ما كان جبدوش؟ باش ما نغلطش فيه، لأنه لما ندخله وما عارفش غادي نغلط وما نسيقش لراسي الخبر بأن أنا غلط. ولكن المتخصصين يضحكوا عليا. ولله المثل الأعلى، تحدث عن الأرض مكوناتها طبيعتها، عن قلبها فوقها تحتها، عن البحار مكوناتها طبيعتها إمكانتها، عن السماوات المجرات الكائنات، تحدث عن الإنسان في خلقه في تكوينه في فيزيولوجيته في نفسيته بالتفاصيل بالتفاصيل. ولا شيء واحد يخديشو قيمة العقل البشري، يعني ما كاينش شي حاجة اللي تديلك تشويش في عقلك اطلاقا. والكلام قديم، كتاب الله كلام الله القديم، كلام قديم جدا ما شاء الله، ويتحدث عن الواقع والمستقبل البعيد، ويجري الإنسان طواله ولا يجد شيئا ينفوذ من خلاله إلى القرآن بالاتهام. لا يجد شيئا، لا يجد شيئا. حاولوا زعما المشترقين، حاولوا شاخت هذاك الألماني يهودي، هو واحد أربعة ديال دائرة المعارف الألمانية وغيرهم، يعني ما داكشي ديال ملي كيقراو هاد الدراسات السم كيبقاو يضحكوا. علاش كيضحكوا؟ لانه ما فاهمينش العربيه اطلاقا. واحد مشترك واحد مره حدثني احد علماء العراق من الاساتذه البارزين في الدراسات الاسلاميه، جاي كيفهم على المسلمين باش تعرف العقده ديال المسلمين، تيجي دي يهودي ونصراني وعاود لنا على الاسلام، عاد كنقول ليه هذا الشيء عجيب، وانت افصح منه لسانا وتقرا كتاب الله افضل منه، ما عندكش ثقه في راسك. هذه عقد نفسيه بتولينا بها. جاي هذا كيقرر يوم الاسلام يا حسن، قال لهم ودي راه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد قال لهم راه كينسى، راه كينسى، راه تنسى له شي ايات تنسوا له. ياو فين جاب الشاهد؟ سنقرئك فلا تنسى. هذا هو الشاهد. واحد تما يعني استاذ، هذا هو العلم، ضاق قال هذا مش معقول، راه هذا غلط، راه هاد فلا تنسى راه يعني ماشي لا ناهيه، راه لا نافيه. هو دابا داك النصراني فهمها لانه ماشي عربي، وخرط قراءة العربية ما كتذوقش، ما عندوش الذوق العميق. فلا تنسى كيقول هو فهم زعما هذاك النصراني فهم مستشرق، فهم زعما هو عندك تنسى هكا فهمها، يعني لا علاقة لا إطلاقا بالسياق القراني ولا باللغوي. إيوا حيت بغى يتكلم الناس كيقولوا لا عندك، لا ماشي معقول، هذاك راه مستشرق، هذاك ما خلاوش يهضر. الناس ما خلاوش تاع العقدة الاجتماعية اللي عندها الثقافية، ما خلاوش يهضر إطلاقا. حتى كمل وش عنده، قال له أستاذ بدا يشرح له هذه لا أراها القصة ديالها، سنقرئك فلا تنسى زعما راك ما غاديش تنسى، أي أن الله جل وعلا يضمن لك أنك لن تنسى، غير ما تمحنش مع القرآن، لا تعجل به، ما تبقاش رافد له الهم، راه ربي غادي يرسخوا لك في الذاكرة ديالك وفي القلب ديالك. هذا معنى. والنصراني مع الأسف كان أحسن، يعني عدلا من أولئك المسلمين من حيث العدل القلبي، مع الأسف راه غلط، عندك الصح. فإذا هادو هما غادي يوريونا حنا الإسلام، يعني شحال من واحد كيمشي دابا لاوروبا قال كيدير الدراسات الاسلاميه، اش غاد انت كتقريهم هم يستفيدون منك، انت كتكتب لهم الحقيقه اش كيوقع، كنكتبوا لهم تقارير علينا هذا الشيء اللي كاين، اما هم يتتلمذون في امور الدين عن المسلمين، هكذا ينبغي وهذا الواقع، وان استعلوا. فكاين منطق اخر اللي كيمكن يفهموه احسن فعلا ممكن، ولكن ليس في فهم الدين وفي فهم حقائقه القرانيه والايمانيه. الشاهد عندنا اذن ان هذه الحقائق القرانيه قويه، وحاول الاستشراق ان يزعزعها ويزلزلها فلم يستطع، وهذه دابا تقريبا جوج قرون كامله وزياده، يعني ما تصور جوج قرون ديال الدراسات المتخصصه الاكاديميه في الاستشراق، يعني في الفكر الإسلامي في القرآن في الحديث في العربية، ولم يستطيعوا أن يصلوا هذا القرآن بشيء من الأذى إلا أن. ومشي سهلين في الأدوات ديالهم زعما والقوة ديالهم يعني المادية، والباحث كيش يديروا ليه؟ الباحث يفرغوا ويتهلاوا فيه ماديا ومعنويا، عنده غير طلب. كاين مؤسسات الآن أمريكية للدراسات الاستشراقية، يعني العلماء تمام مخنتين مخنطرين مفشين غير باش يجيلهم بعض الحقائق على الإسلام صحيحة وكيجيبوا لهم الخريف، لا ينتهون إلى شيء، بس زعما يلقوا نقاط الضعف يعني باش يدمروا البنية ديال الدين الإسلامي، ولا يجدون إلا أن هذا الدين متين، لأن هذا رب الكون
من بعد ما تبين لهم الحق تبين. ولذلك يحاولون الآن تدمير بنية الدين بوسائل أخرى. أما يعني بالمنطق العلمي والمنطق العقلي والمنطق الفكري فشلوا انتهى، لأن هذا رب الكون كيتحدى بنادم. شنو بنادم؟ إن هو إلا خلق من خلق الله، أكبر علماء الأرض وأكثرهم عبقرية عبد من عباد الله، يعني ما يساوي شيء قطرة في بحر من علم الله، والمثل للتقريب ولا حقيقة له. يعني حتى هذا المثال قطرة في البحر ما يوصلوش، إنما غير باش يبان لنا يعني الهول، وإلا فلا مجال للمقارنة أصلا، لأن الله عز وجل لا يقارن بعباده المقهورين تحت سلطانه. ولهذا المسلمون على كنز عظيم هم به جاهلون، هذه مصيبتنا. المسلمون على كنز عظيم هم به جاهلون، ودى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم أيها المسلمون، هذا المعنى، أيها المسلمون من بعد حصولكم على الكنز، من بعد إيمانكم. إذن الإيمان الذي عليه المسلمون اليوم كنز عظيم، وبه تفوق المسلمون على العالمين. وإن لم يتفوقوا الآن في هذا العصر على المستوى التكنولوجي والعسكري، فهم متفوقون قطعا على المستوى الإنساني، والإنساني بالمعنى القرآني الكريمة، ماشي بالمعنى الاجتماعي العام البسيط، بالمعنى العميق، يعني الإنسان اللي كيمثل الإنسان حقيقة، هذاك اللي خلقه الله وجعله مستخلفا في الأرض، إنما هو الإنسان المسلم. إن عنده امتداد في العقيدة دياله غيبي، ممتد يعيش واحد وجدان إيماني مع الملائكة، مع السماوات، مع الأراضين، مع الكون، ثم قبل ذلك وبعده مع الله عز وجل. هذه النعمة ما كيناش عند الكفار، لا يعرفونها ولا يطيقونها ولا يجدونها في كتبهم إلا أن يكونوا مسلمين. عبادة المسلمين هي العبادة الوحيدة في الأرض، الوحيدة في الأرض اللي فيها فعلا معنى العبادة، وهم يشهدون بذلك. ما زال المسلمين بوحدهم في العالم، يصطفون في مساجدهم في كل مكان في الأرض على الأوقات صلوات الخمس، هم محنين من الحد للحد، ذاك الحد عندهم يعني عبارة عن نزهة. يعني المسلمون يوميا 24 ساعة على 24 ساعة يعبدون ربهم، لا توجد دقيقة في الأرض لا يرتفع فيها الأذان، لأن الوقت اللي الفلك فيها كيمشي ديال الأرض، يعني دزت الصلاة ديال العصر هنا، راه الصلاة ديال العصر انطلقت في موضع آخر، حركة الأرض حول نفسها وحول الشمس، راه العبادات خدامة سبحان الله العظيم ما تنقطع كل وقت. يعني هاد اللحظة راه شي وحدين كيصليو العصر، شي وحدين راه كيصليو دابا الفجر، شي وحدين كيصليو العشاء، كل واحد وحواله في الكرة الأرضية. لا تنقطع عبادة الله من الصلوات الخمس 24 ساعة على 24 ساعة في الأرض. بهذا التنظيم ربي نظم العبادة بهذا الشكل، وجعلها على الدائرة القمرية ماشي على الدائرة الشمسية. ولذلك كان عدنا قمريا حتى لا تنقطع العبادة في الأرض في كل العبادات تقريبا إلا قليلا قليلا، شيء عجيب جدا. غير المسلمين ليس عندهم هذا إطلاقا. هذا الائتلاف يا أخي الكريم اللي عندنا في الصلوات، نخرج من باب الجمع لهم الدبزو، يعني شو سبحان الله، كتركب غير في جرون تاكسي، تاكسي كبيره ولا كار ولا قطار، وواحد حداك راه مضيقك كتقول فوقاش توصل باش تفرق منه وتفرق منك. في الصلاه ما كاينش هذا الاحساس، في الصلاه كتبقى تقرب رجلك ليه كتحبه بلا ما كتقلبش عليه كاع شكون هو، والله يشحم واحد كتصلي ما كتعرفه، لا بيض لك حلا طويل لا قصر، ما كتسيق له خبر، المهم مسلم يخضع لله وفرحان بيه، متكي عليك وبحتك بيك، وانت كذلك واحد الحلاوه واحد الجمال واحد الدفء في الصلاه. لا صليت بوحدك ما عندكش القانون، ما كتلقاش الراحه حتى تصلي مع الناس، فيهم الفقير، فيهم المقطع، فيهم اللي عنده، فيهم اللي ما عندوش، فيهم الصالح، فيهم الفاجر، وما كيهمكش، ما كيهمك راه كيركع هذه اللحظه، هو فاسق فاجر، ولكن الان يتوب الى الله يبكي على مولاه اللي خلقه. يا له من جمال، والله ما كاين هذه النعمه عند شي واحد، لا وجود لها الا عند المسلمين. ما زالت مساجدنا والحمد لله عامرة ولا تزداد إلا عمرانا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ولا يحسد إلا صاحب النعمة. أما اللي ما عندوش على شيء تحسد، ما في ما يتحسد، علاش تحسدوا؟ كيتحسد غير مول النعمة. فهذا دليل على أن هذا الإيمان من بعد إيمانكم نعمة، نعمة كبيرة، المسلمون أصحاب نعمة. والكفر، الكفر كيف ما بغى يكون هذا الكفر، تعيس يعني محن، شقي شقي شقي، مكرفص محن، عايش في العذاب، وهو يعني بين قوسين في نعمة مادية، ولكن عايش في العذاب، عذاب نفسي، عذاب روحي، عذاب اجتماعي، لا يجد لشيء لذة، حتى إذا ظن أنه سيطر وتمكن لم يجد شيء بين يديه. ولذلك أغلبهم ينتحر، أحوالهم تسوء، كيرفضوا يشرفوا. اليهود والنصارى عندهم عقدة مع الشرف،
كتلقى حنا المؤمن كبر كتقول له كبرت كذا كيقول لك والله كبرنا على الطاعه والرضا، يعني واحد طمانينه وسكينه والحمد لله فرحانين به ولادو، ما عندهمش المشكله ديال باهم كبر خصهم فين يديروه وحلين به يديروا ليه دار العجزه، ولله الحمد ما عندناش دور العجزه عليه كتب علينا ما عندنا ما نديروا بها حقيقه، يعني مشكل شي مكتبه شي مكتبه من المكاتب ديال من المكتبات ديال 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 الفرنسيس. واحد الخطره غير البارح ذكرت هذه القصه لشي اخ من الاخوان ومشيت على شي غرض، يعني شي غرض علمي اخر ندرس شي ام اخرين، بقيت نقلب عندهم الفرنسي عندهم واحد الكتاب من اعجب الكتب اللي قريت العناوين ديالها في حياتي فرنساويه، يعني المعنى ديال العنوان ديالو هكذا والله هكذا، يعني المكتبه راه باقي ويمكن لي هذا الكتاب هذا يمكن ندير له صوير يعني نصوره. أنت تخلص، يعني تقريبا أنا ما عارفش نترجم مزيان ضعيف أنا في هذا الشيء، أنت تخلص من والديك كيف زعما باش تفك من باك أمك هكي تدير شيء غريب والله، لا شيء غريب جدا ويلي الحمد هذا المنطق لا يدور بخلد المؤمن ويلي الحمد، علاش؟ لأن عندنا شيء حاجة سميتها الرحيم، وهذا الرحيم مقدسة عندها قداسة، ما عندها قداسة يعني عندها معنى تعبدي كنعبد بها الله، وذلك بنص القرآن واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يا له من جمال. ولذلك الآب عندنا والأم والأخ والأخت خؤولة والعمومة كل هذه العلاقات الاجتماعية الأسرية علاقات تعبدية ماشي بيولوجية وكان لا تعبدية قبل ذلك وبعد ذلك. فإذا هذه النعمة التي أنعم الله بها على المسلمين وجعلهم كما جعلهم بهذا القرآن المبين والتي المسلمون اليوم هم عنها غافلون مع الأسف، القرآن الكريم ينبههم إليها في ضوء زمانه وفي ضوء مكانه. إنما هؤلاء الكفار الذين يحسدون المسلمين على ما عندهم دينهم، يعني دين الكفار أقصد، دينهم مال، دينهم فلوس، يعني الآن يحاربون عقائد المسلمين في العالم، هذا واضح جدا واضح، كيتخذوا ذرائع ضعيفة هشة لمحاربة الإسلام بأسماء أخرى، فيحاربون إذن العقائد، عقائد الدين وعقائد الإسلام في كل مكان وفي كل مزاد حسدا من عند أنفسهم. من أجل ماذا؟ من أجل السيطرة على المال. فلذلك دينهم في نهاية المطاف مال. المسيحية مع الأسف الآن فهذا الشكل ديالها بين قوسين كما يعبرون الإيديولوجي، يعني هذه الإيديولوجية المسيحية والصهيونية واليهودية المسيحية وهذه الأشكال والإنجيلية الآخرية غايتهم زعما التفكير ديالهم ماشي كيفكروا للآخرة كيدورش بالهم هادشي كاع، وإنما يفكرون في السيطرة على الأرض. إذن في نهاية المطاف مالهم دينهم مال، المسلم وحده يفكر في الآخرة، وما الدنيا بكل شيء فيها إلا قنطرة تمكن الذي وعد به المسلمون تمكن من الأرض وفي الأرض تمكين في الأرض، إنما هو من أجل عبادة الله للوصول إلى أرض الله الذين إن مكناهم في الأرض أول حاجة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. إقامة الصلاة يعني العبادة أساسا، هذا ليس عند الآخرين، ولذلك يعني يحسدوننا على ما عندنا، ولكن مع الأسف نحن جاهلون بهذه الحقيقة هذه النعمة التي عندنا. ولو علم المسلمون ما عندهم من الكنوز والخيرات لتشبثوا بذلك أيما تشبث. لنا إن شاء الله تتم مع هذه الآية بحول الله تأتي بعده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.